تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد. أول يوم في الأسبوع إن شاء الله تكون بداية أسبوع جميلة، بداية أسبوع إيجابية، وبداية ننعم فيها جميعا بالصحة والسعادة. نصبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج أو شيء راح بطاقة موجود معاي اليوم عندي بالإخراج نمر، صباح الخير نمر، ومعاي في التنسيق اليوم ميرا المري، وهذه محدثتكم دكتور ندى الملة. نكون معاكم إن شاء الله على مدى تقريبا ساعة على الهواء، نتناقش فيها، ناخذ آراءكم، نطرح بعض المواضيع المهمة. تواصلوا معنا خلال هالساعة، دائما نقول مذيع يسولف ساعة كاملة على هو يسول، صراحة يسول البرنامج ممل، لكن لما أنتوا تتواصلون معنا يسري البرنامج. فضولي أكثر من مرة يتواصلون معنا المستمعين سواء عن طريق الرسائل على 4006 أو عن طريق الهاتف، اللي يسوي إنه يطرحون مواضيع جديدة ممكن إحنا ما انتبهنا لها، ممكن إحنا ما توقع إنه تحتاج طرح. فأثروا البرنامج بتواصلكم على 600-551-414 مثل ما قلنا الرسائل النصية على 4006. مثل ما تعودنا دائما في البداية يكون عندنا فقرة السوشيال ميديا اللي افتقدناها الأسبوع اللي فات. أسماء الجناحي بتكون معنا بتقولنا ما هو جديد وما هي أحدث اهتمامات السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور والسرور عليك على كل المستمعين إذاعة نور البيت. حياك الله. نحن نقول الناس من يتابعونا اليوم، نحن راح نطبق شيء اليوم نصوره ونحطه في قنوات التواصل الاجتماعي وتابع الهيئة الصحة، لكن ناخذ شوي جولة في الأشياء اللي صارت الأسبوع اللي طاف. أول شيء خلال أقوى جهات الأسبوع حصلت صحة دبي على جائزتين ذهبيتين خلال حفل توزيع جوائز تجربة المتعامل العالمية اللي هي International Customer Experience، وكانت في أمستردام، وكانت عن فئتين، أفضل استخدام تقنيات متنقلة وأفضل يعني وفي أسبوع عن أفضل خدمة رعاية المنزلية الذكية. طبعا نحن عندنا اللي عنده كبير في العمر في البيت، اللي عنده مثلا حد من أصحاب الهمم بيعرف أكيد هاي الخدمة، لأن هي مقدمة لكل كبار المواطنين وأيضا لأصحاب الهمم. أيضا من الخدمات اللي دائما الناس تشكر فيها، وهذا شيء يسعدنا وفعلا يعني شكرهم وصل ونشكرهم على ثقتهم فيه. أيضا حطينا فيديو كامل يشرح رحلة عبد الله شرغان اللي كانت يطول تحدي دبي اللياقة، كيف بدأ وكيف صار وكيف كمل، واللي يعني فعلا فيديو كان ملهم جدا لأي شخص حاب يغير نمط حياته من مثلا أو تغيير مثلا حتى في الوزن. صح، شفت الفيديو ما شاء الله، وعبد الله فعلا ما شاء الله تغير، والتزامه ما شاء الله يعني خلال ترتيبه الثالثي تغير وايد عبد الله، فهي تحيه له، وندعو الجميع يكون عندهم نفس الاراده مثل عبد الله. فعلا فعلا يعني هو يعني تجربته كانت ملهمه جدا لوايد اشخاص، وحتى عدد التفاعل مع الفيديو كان جدا كبير في قنوات التواصل الاجتماعي. ايضا من ضمن الاشياء اللي احنا يعني سويناها كان في مسيره لرفع الوعي وتثقيف المجتمع باهميه الصحه النفسيه، وكان موجود في منطقة جميرة وكان يوم الجمعة. أيضاً يعني كان في لقاء مع شمالية قطامي في مجلس الدكتور إبراهيم زرداري، وكان في حضور كبير من الشخصيات العامة والمجتمعية وأيضاً الإعلامية، كان يتكلم فيها عن استراتيجية تطوير القطاع الصحي ويجاوب على أسئلتهم واستفساراتهم ويعرض الأرقام والأشياء اللي يعني الأشياء المستقبلية اللي راح تقوم فيها هيئة الصحة بالبيت. ونختمها بالرسالة الإيجابية اليومين اللي تقول الخطوة الأولى دائما تكون الأصعب، ابدأ ولا تخف، تميز ولا تجعل التردد يفسد عليك نجاح. أغلب الأشخاص ما يكملون
لأن يترددون يخافون شو من الأشياء الجاية. طبيعة الإنسان يخاف من المجهول، فلا تخلي خوفك يكون عائق إن أنت توصل. ممكن تكون قريب جدا يعني خطوة واحدة وللنجاح، لكن ترددك ممكن يخليك إن أنت ما توصل للي تبي توصله. فدائما لا تخاف من الخطوة الأولى، ولا تخف ايضا من خطواتك كلها، ودمتم بصحه وسعاده. وانت بصحه وسعاده يا اسماء، شكرا لك حبيبتي، نهار سعيد. ما شاء الله الا ما شاف فيديو عبد الله في كيف تغير في تحدي 30x30، توجه لحسابات هيئه صاحب البيت ويشوف، وفيديو قصير يطرح فيه عبد الله تجربته كيف تغير. انا بالنسبه لي يعني ما يهمني وايد الرقم اللي نزل، يعني هو يذكر رقم ما شاء الله رقم كبير اللي نزل، يعني الوزن اللي نزل عبد الله، لكن هي الرحله نفسها، انه صار عنده مثل نمط حياه. وعبد الله في الفيديو حتى يقول انه هو حط باله الهدف انه ان شاء الله السنه الجايه يكون هو مشارك فعال، يعني منافس في 30x30 اللي هو تحدي دبي اللياقه. فهذا هو الهدف، ان احنا نحسن نمط حياتنا، يعني نغير، نخلي نمط حياه. ما في شيء، يعني ممكن بكل بساطه عبد الله يقول كان والله أنا بس هالشهر بلتزم عشان والله بصور فيديو وعشان أقول والله مع تحدي اللياقة وهذا، وبعد هذا خلاص أرجع طبيعي القديم. لو هو ما خلى نمط حياة، نمط حياة بمعنى ما خذ التغيير الصارم هذا إن ألغى كل شيء من حياته، صار ما يأكل أي شيء، عايش بهو على خبز وزيتون مثل ما يقولون، خلى أكله متوازن، يأكل خضرة فيه ويأكل مكميات أقل، وزع وجباته، دخل نظام رياضي في حياته، سيكون الحين هذا نمط حياة. هذا إحنا بعض كلنا نسوي، وحين جو حلو ما في عذر، ونقول حب أبسط شيء أبسط شيء، هاتوا كرة اذكروا كرة بسيطة في كرة قدم، ولعبوا كرة مع عيالكم في الحوي، والله كان يسوى. أول شيء ينمي الروابط بين بالعيانة، يعزز فيهم روح الفريق، لا تخلهم دائما يفوزون، انتم تفوزوا أحيانا عشان تقولون بيفعلون، عشان يفوزون. الدنيا فيها حياة، فيها خسارة وربح، وإن هذا اللعب فريق، لعبوا معهم يحرقون طاقص نشيطون، مثل ما قلنا توطد العلاقات بيننا وبين عيالنا. من أسماء راح أروح لي عشان ما أتأخر عليها على أخصائية التغذية، نجلة درويش بتكلمنا عن التوتر وعلاقته بزيادة الوزن. أعتقد هالموضوع حتى من غير لما قلنا أخصائية التغذية الحريم يقولون أنا مش زاد وزني غير التوتر والتفكير في العيال والمدارس، صح الكلام ولا نايا نجلة؟ صحيح دكتورة. يعني فعلا التوتر يزيد الوزن، قربت والامتحانات على ابواب، فالامهات كلهم اكيد بتوترن مع عيالهم، والبرد يساعد الواحد بعد التوتر، البرد اللي يخلي الواحد ياكل اكثر. قولي لنا يا نجله، شو علاقه التوتر بزياده الوزن؟ طبعا بدايه حبيت اصبح على المستمعين الكرام وعليك دكتوره نجله، وموضوع اليوم عن التوتر وعلاقته بزياده الوزن. طبعا احنا مثل ما نعرف ان ياثر التوتر بشكل عام على جميع اجزاء الجسم، وبينتج عنها مثلا اعراض كثيره نفسيا جسديا، يعني من ضمنها الخمول، الصداع، يعني تسارع نبضات القلب، ضعف المناعه. ولكن كيف ياثر زياده الوزن، يعني ياثر زياده اللي هو التوتر ياثر على زياده الوزن؟ يعني السؤال، لان جسمنا نحن يستجيب للتوتر، بالتالي بيساهم في زياده افراز هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هذا اساسا يعني نسميه نحن هرمون الضغط النفسي او هرمون التوتر بشكل عام. فهذا الهرمون كل ما يرتفع في الجسم، بالتالي بيؤدي لانه يخلي الجسم ياثر في العديد من العمليات الفيويه والايضيه او تنفيذ غذائي، بياثر على تركيبه الجسم، تراكم الدهون فيها، كيف لانه يعني يخلي شراهه تزيد، ان الشخص ياكل مثلا وجبات زادت عن حاجته، وبالتالي تراكم على شكل دهون في الجسم. لأن أثناء التوتر إذا شراهة زادت، فهي اختيار الشخص ما بيكون سليم، بيروح يختار يعني يختار الأشياء اللي تكون غير صحية، اللي فيها الكاكاو، الضغط على الكاكاو في الثلاجة. هي ظلم يعني هو عشان إنه يحاول إنه يخفف من شدة التوتر أو القلق اللي عنده. تحسين دكتورة تلقائيا شيء يعني التوجهات كلها تروح للأكل، يعني مثلا يخطر في باله أكلة ممكن يأكلها، يحاول مثلا يركز على السكريات، المشروبات الغازية، الحلويات، بالضبط ما يفكر في الأشياء المفيدة. ما أدري إيش حس التوتر، لازم يفكر كله بالأشياء، لأن أنا أحس يعطيهم يعني أعتقد الارتفاع الجلوكوز المفاجئ والكافيين الموجود في المشروبات يمكن يعطي ريلاكسيشن، والله ممكن ما أدري. إيه لأن شو اللي بيصير؟ بالتالي إن مثلا الإنسولين يفرز زيادة في الجسم وما بيكون قادر على استيعاب كمية السكر الكبيرة اللي يعني خلاص دخلت الجسم، ما يدخل الخلايا، فزيد حساسية الإنسولين.
هني ممكن صح الشخص يشعر بجوع زيادة ويظل ياكل وياكل، يعني ما استفاد من كمية السكر الداخل للجسم لعدم اللي هو موازنة أو عدم أداء وظيفة الأنسولين بشكل جيد أو وجودها وعليها ضغط كبير يعني. صحيح. فلهذا السبب في هالحالة نحن دائما يعني ننصح لهم في حالات التوتر والشغلات هاي انهم يركزون على شرب الماء، أهم شيء الماء. يعني إنه لازم على الأقل يكفون احتياجاتهم من الماء، يبتعدون عن أنهم يتوجهون على طول على الأكل اللي هو غير صحي أو السكريات. ما يمانع إذا نحن خلنا مثلاً دارك شوكولات، نقول الشوكولات الداسمة أو من غير اللي هو اللي هي تكون الداسمة، هي بتكون مفيدة ولكن ليس في كميات كبيرة. في نفس الوقت هم يتوجهون لأنهم ما يأخذون النشويات اللي هي السكريات البسيطة، لا نقولهم اختيارهم مثلاً على الخبز الأسمر، يتوجهون على الحبوب الكاملة، مثل الشغلات يتركون فترة راحة للمعدة عشان يهضم، ينبغون الطعام بشكل جيد 20 دقيقة. في نقاط حلوة ذكرت فيها دكتورة ندى عن ممارسة الرياضة، الحركة البدنية، هاي بالفعل تساعد على رفع استجابة خلايا الجسم للأنسولين وبالتالي تخفف من الضغط النفسي والتوتر. مثلا الشخص ممكن في الفترة اللي يكون مثلا مدين فيها بالتوتر والحزن والقلق نقول لا يعيش هالفترة يعني، ويخلي مثلا الحزن يعيش باله دائما بيزيد وزنه من غير ما يلاحظ، وعقب مثلا ما ترى يجونا بالعيادات يقولون اوزانه زادت ما نعرف شو الاسباب، نحن ترى منصدمين يعني. فهاي نقول انهم يتوجهون لموضوع خسارة الوزن بنسبة 5-10% تقريبا من الوزن اللي زايد في الجسم اللي تحسينه داخل هاي الجسم. عندنا تناول مصادر الدهون الغذائية مثل اللي هي الصحية، نقول يعني ما يتوجهون للمقالي أو الأشياء اللي يكون فيها دهون غير صحية، ممكن يركزون على أكلهم للأسماك ومعدة 3 مرات في الأسبوع، والمكسرات بعض المكسرات فيها أوميجا 3 كذلك تساهم في تحسين الصحة العامة. عندنا كذلك اتباع نظام غذائي متوازن، هذا أفضل شيء، يركزون على أنهم يتناولون الخضار كميات زينة، إنهم يتناولون النشاوي الأشياء الخفيفة ما فيها دهنيات كذلك، ويقللون من السكريات مثل ما ذكرنا، يتناولون الفاكهة عشان فيها فيتامينات بمعدل ما فيه 3 مرات طبعا كل حسب احتياجه من السعرات الحرارية. في أي ثاني اللي هو المشي بطلاقة في هذا الجو الجميل، المشي يخفف من التوتر ويساهم بإفراز الأندروفين إحدى هرمونات السعادة. ونتكيف مع أي حالة ضغط نفسي مار فيها بحيث أنه يرفع عن نفسه بين فترة وأخرى عشان يتجنب الفترات الضغوطات هاي، يبتعد أنه يتناول أكلات غير صحية وبالتالي يزيد وزنه. فشفت الارتباط بشكل كامل يعني من بداية من التوتر إلى زيادة الوزن، بضيف عليها نقطة النوم الغير الكافي كذلك، لأن الشخص دائما إذا هو قلق أو يشعر بعدم الارتياح في النوم كذلك هذا يرفع عنده هرمون الكورتيزول عشان ذكرنا هرمون الضغط النفسي والتوتر في الدم، وبالتالي كذلك بيساهم بزيادة الوزن بطريقة غير متوفرة. فبعد نصحهم ينامون يعني ساعات نوم كافية ويبعدون عن نفسهم التوتر. طبعا ممكن حتى قبل النوم انه يكون عشان شوي خفيف او يشربون الاشياء اللي تساعدهم على النوم مثل مستجات الالبان مثل عصر الليمون بالنعناع، يستخدمون مثلا في بعض المشروبات كذلك كمهدئات للاعصاب والتوتر بس من غير اضافات سكر. نعم. مثلا الشاي الاخضر، البابونج، عندنا عصر الليمون، نتجنب اضافات السكر عشان نحن ما بس نفكر في فائده العصير ولكن نهمل يعني ان نحن ضفنا عليه سكر بالتالي يزيد الوزن. صحيح صحيح يا شكرا لك نجا درويش في فائده التغذيه هالمداخله بخصوص التوتر وعلاقته بزياده الوزن، معني امهات شيء طبيعي ان زياده الوزن شوي لكن لازم احنا نتحكم بشو ناكل. شكرا لك يا نجلة حبيبتي النهار السعيد. لا تخليهم يطلعون طاقه نهاركم اسعد، ونصيحتي الاخيره لا تدع التوتر ياثر على نفسك لكي تكون دائما بصحه وسعاده. اكيد ونتمنى لك كل دائما صحه وسعاده يا نجلة. شكرا حبيبتي. احنا نطلع ان شاء الله فاصل، خلينا شوي الفاصل بس الموضوع كان مهم بصراحه نجلة. بعد الفاصل ان شاء الله راح يكون عندنا موضوع عن حساسيه فصل الشتاء وسفرات الهيئه لهذا الموسم، فبقوة تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أنا ليش أضحك؟ في أحد المستمعين يعني الله ينشر السعادة في يومك بلما أسعدنا بهالمسج، يقول صباح الخير صحة وسعادة دكتورة، أنا من عشاق خبز البراتة، أوقف ولا أستمر؟
والله ما ادري شو رايك انت، شو رايك يا نمر؟ والله صراحه الفراتة مو بتمر، الفراتة راح تجيب السعاده. لا طبعا مشكله خبز الفراتة يا جماعه انه هو في كميه مهوله من الزيت بين الطبقات، هاي مشكلته. ولا خبز لذيذ والناس تحبه، واحنا عندنا جزء من الثقافه الاماراتيه ان خبز الفراتة والسرق هذا شيء يعني اساسي. لكن انا دائما شو اقول، شيء بدل شيء. انت خاطر تاخذ سندوتشه فراتة، ما بنقول لك والله امتنع عنها، خذ واحده اوكي واحذف شيء خلال يومك. مثلا لا تاخذ السرق معاك، طبعا السرق سعرات حراريه هائله من الحليب الموجود فيه ومن السكر الموجود فيه، فشيء بدل شيء. لما ناخذ مثلا فراتة الصبح بعدين اضرب الخمس على الغداء وعيوش ولحوم، فخففوا من شيء مكان شيء، وان شاء الله ان شاء الله ما عليكم ان شاء الله. يقول انس اوكي مستمع ثاني يقول انا سعيد وهمومي قليل الحمد لله، بس 200 اوكي خلينا نقول زايد وزنك، ومسوي عمليه تحويل مسار للمعده، وامارس رياضه المشي يوميا، بس ما شيء فايده. شو السبب يا ترى يا ابو محمد؟ شو كان السبب محمد؟ ابو محمد في وايد من الناس تفكر انها مسوي مختلف عمليات تخفيف الوزن، تحويل مسار، قف، تكميم، شو بعد في تدبيس، في كلها العمليات المختلفه. فكر ان الوزن راح ينزل تلقائيا. انت ما شاء الله عليك تمارس الرياضه المشي يوميا، لكن احيانا تكون ممارسه الرياضه تكثر بشكل خاطئ، ما تساعد على حرق السعرات الحراريه. راح نطرق هذا اكثر بعد الفاصل، انا عندي ضيف على التليفون ما باخره، ومحمد اوعدك راح ارجع له مسج مالك. احنا نتكلم طبعا الحين مع دخول فصل الشتاء والتغيرات والتقلبات المناخيه، طبعا تحل علينا اعراض الامراض الموسميه، ومنها طبعا الحساسيه. طبعا احنا في عائله الصحه بالبيت نبذل قصارى جهودنا لتعزيز منظومه الوقايه من الامراض، وعندنا مجموعه من الاجراءات للمحافظه على سلامه افراد المجتمع وصحتهم. بنتكلم عن برامج التوعيه وحسيت فصل الشتاء. يسعدنا يكون معانا عن طريق الهاتف الدكتور حسين علي حساوي، استشاري ورئيس قسم الحساسيه والمناعه في مستشفى البي. صباحك ورد دكتور حسين. صباح النور، اهلا فيك دكتور. دكتور اول شيء تكلمنا عن شو هي الامراض الفيروسيه المنتشره الان والمرتبطه بفصل الشتاء. الامراض الفيروسيه طبعا عندك هو اول شيء الكومن راينو فايروس، هذا اكثر شيء. وبعدين الكومن كولد، يعني اللي يسوي كومن كولد نفسه. بس ما اقول لك انه يعني في امراض فيروسيه معينه تسبب الكولد، عندك هذا H1N1 طبعا هذا يعني ما يعني مو هالكثر يعني عندنا نحن، بس بعد يعني الحالات اللي يعني بيشاكين فيها يوم يوم المستشفى يكون عليهم يعطونهم العلاج يعني. بس اكثر شيء يعني كومن كولد، هذا من ناحيه الفيروس. من ناحيه البكتيريا طبعا ممكن يعني يكون اي شيء، يعني ستريبتوكوكس والانجايتس، ممكن يستوي مثلا هيموفيلوس انفلونزا، هالاشياء بعضهم فيهم كحه اكثر من اللي يكون كومن كولد يعني، فبيكون مايكوبلازما مثلا. يعني في اشياء يعني مو بشرط الفيروس، ممكن الفيروس البكتيريا. عشان شيء الواحد لما يجي التهاب او في اعراض عين شيك يا دكتور. ممتاز. دكتور حسين، بما انك تذكرت الانفلونزا، اي في كثير من الاهل يجون العياده وهم خايفين، يقولون في انفلونزا اي منتشره وشو نسوي، فشويه نطمنهم يعني انه شو وضع الانفلونزا اي، شو هل هو فعلا وايد منتشر، شو العلاج المفروض يكون له؟ شوفي الانفلونزا يعني العادي المفروض انه يعني طبعا واحد يشيك يتاكد انه ما في شيء يعني. إذا ما كان يعني H1N1 له دواء معين يسمونه ثاني فلو يعني أخذوه. نعم. الإنفلونزا العادي مجرد إن يعني واحد يأخذ سوائل يرتاح يخفف الحرارة، يعني ما يجهد ما يجهد نفسه. وبعدين الواحد الصحة زينة، الصحة جيدة يعني المفروض إنه ما يستون المضاعفات بسرعة، يعني يكون ريكفري. المفروض ان شاء الله ما يخوف عادي ان شاء الله. ممتاز. دكتور حسين، شو انواع الحساسيات اللي يتعرض لها الناس في الصيف في هذا الجو مع التقلبات؟ هو شوف الحين هذا وقت الفول يسمونه الخريف. ف يعني نحن مو بهالكثر يعني الفاريشن او تغير المناخ انكثر عندنا مثل الغرب مثلا. الغرب يصير عندهم صيف يستوي حر، عقبها يستوي ثلج تحت هذا، فالشير عندهم ما يتغير. فنحن ما عندنا هالكثر، بس يعني ممكن
فهذا الفصل لو نقارنها دول ثانية مجاورة دول الدول الخليجية سوت رمضان دولين تجارب يعني تشوف نسبة العوامل المحسسة الموجودة في الجو على مدار السنة. فمثلا عندنا دولة مجاورة الكويت فمن أكثر الأشياء اللي عندهم الويدز اللي هم مثل يعني سجيرات أو مثل حشائش نوع من أنواع الحشائش حشائش أو صغيرة هي أشياء كثيرة فممكن هاي البولين كان يزيد بالنسبة لهذا الوقت وممكن الفنجال سبورز بعد يعني في أنواع من الفطريات تسوي أبواب وهاي موجودة أصلا في الجو الخارجي يعني مثلا فنحن نختار نفس المناخ تقريبا بعض الأحيان إذا في إن عاصفة رملية برا أو شيء حتى واجين اللي عندهم حساسيات أو عندهم ربو أو شيء الجو يغبر أو يكون معتم شوية فهاي الأشياء اللي يكون راجدة خلنا نقول في البر يوم في يوم يخطوية هاي كل أشياء تطايرة في الجو يوم في عندنا مثلا تشهد مثل مدينة أو شيء والناس يستلقونها بعض اللي عندهم تحسس يطايقون منه فيحيطون فأقدر أقول يعني الناس في أشياء معينة حتى صرنا هذا بتكون الفطريات هي الخارجية مو الداخلية وبتكون بتكون تشمل الويز من أكثر الويز اللي عندنا نحن هني في ويز يسمونه ربران لاحظت أن الحشرات منتشرة جدا هو بالإنجليزي اسمه يسمونه سولفور يعني اللوكال يعني المواطنين يسمونه غمران نعم طبعا هذا من غير الحساسيات اللي تكون اثناء السنه يعني عنده الاشياء اللي هي مثلا الغبار من الحشرات الاشياء الثانيه من داخل البيت تقريبا ما تتغير وايد تكون موجوده على طول السنه ممتاز دكتور حسين تعطينا نبذه عن تجهيزات قسم الحساسيه والمناعه في مستشفى دبي لمكافحه هذا الموسم وهل عندكم اسئله تشخيصيه جديده تم اضافتها؟ شوفي هو عندنا عيادات يعني شغالة أكثر عيادات يعني أكثر عيادة يوم الاثنين عندنا يوم الثلاثة وعندنا بعد يوم الأربعاء مستقبل من حالات الحساسية باختلاف عشان الحساسيات ممكن في القشرة ممكن في الصدر ممكن في الجلد ففي عندنا فحوصات دم تراوي مستوى الاي جي أو مستوى التحسس بالضبط الأشياء الموجودة في الجو وطبعاً مغير فيها أشياء مع الأسئلة وفيها أشياء مع الحشرات وفيها أشياء ثانية فتراويش مستواها بالضبط وبعض الأحيان إذا الفحص هذا ما كان واضح ممكن استخدم الفحص عن طريق الجلد وإنه بعد يعني مثل مستحضر يعني شواي من المادة وهي محسسة نفسها نحطها على الجلد نشوف يعني هاي نتيجة فورية تكون خلال 20 دقيقة تعطينا النتيجة فعندنا هذا بعد ففي بعد إن شاء الله ناويين بعد في قريب نضيف بعض العوامل المحسسة اللي ما كانت عندنا من قبل بس عشان مثلا نأكد على بعض الحساسيات يعني بعضهم مثلا يقولون إن احنا حساسين من كيوي مثلا مش ما عندنا وقت دم بس ممكن نسوي ممتاز دكتور حسين أكثر أسئلة اللي نسألها اللي هي كيف نقوي المناعة؟ هل هناك أكلات معينة؟ هل هناك احتياطات معينة؟ تطعيمات معينة؟ كيف ممكن نقوي مناعتنا؟ شوفي هو الحمد لله نحن مناعتنا بشكل عام قوية فالجهاز المناعي لو مشتغل بشكل طبيعي إنسان طبيعي مثلا خلينا نقول أي جرح لو واحد الجرح يلتئم خلال ثلاثة أيام أربعة أيام أمكان فالإنسان الطبيعي أي التهاب لي يوم يجي في حمى أو شيء ترى هذا طبيعي هذا الجسم لازم يمر بهذه المراحل ففي بعض الناس يقولون إحنا فينا التهابات متكررة كثيرة مثلا كل شهر ثلاث شهور طاف ثلاث مرات أنا يجي حمى أو التهاب أو شيء فبعض الأحيان ممكن يكون هذا طبيعي ليش مجرد إن الواحد تعرض حق ثلاث التهابات مختلفة واحد وراء الثاني ومو بشرط إن يكون مثلا يقول هذا عندي خلل في المناعة أو شيء ففي بعض الأحيان في بوادر أو أشياء معينة ممكن تنبه الواحد نقول لا ممكن يكون في علامة صدر
من علامة الخطر اللي بيشو إن لو في نقص مناعة أصلا في العائلة، لو مثلا واحد فيه التهابات شديدة ما تخوز إلا بمضاد حيوي بالوريد ثلاث مرات في السنة، يعني ما بس مرة واحدة، لا مرة وبعد شهر بعد مرة وبعد مرة مثلا. ففي بعض الأشياء تنبه إن الشخص ممكن يكون في هذا، وفي فحوصات معينة بالضبط الواحد يسويها حق جهاز المناعة، ترى جهاز المناعة كيف يشتغل. زين فخلنا نقول الحين معظم الناس اللي جهاز المناعة عندهم طبيعي، فالواحد دام تغذيته زينة ياكل بشكل زين المفروض مناعته تكون شغالة بشكل جيد. ففي بس في بعض الأشياء لو الواحد ما ياخذها بشكل كافي ممكن يعني يساهم إن المناعة ما تكون زينة عنده. واحد منها هو الزنك، ما أقول الناس يأخذون زنك بزيادة، بالعكس الزنك بزيادة ما بيقوي المناعة، بس نقص الزنك هو واحد من الأشياء اللي تنقص المناعة. بشكل عام التغذية يوم تكون مبذرة يعني واحد يخسر سوائل منها بروتينات، ففي أجسام مضادة الجسم مثلا يخسرها أو ما ينتجها بشكل جيد عشان يعني ما في نفع يعني طاقة جيدة في الجسم، فهذا بعد يساهم إن المناعة ما تكون جيدة. مثلا في بعض عن بعض الناس ممكن يستفيدون من اللقاحات اللي ياخذونها، اللقاحات يعني الناس ياخذونها بشكل سنوي، فهاي تعطي يعني اجسام يعني تعطي الجسم الفرصه ان يكون اجسام مضاده يعني الالتهاب نفسه يعني تكون عنده مناعه منه. فاذا بعض الناس عندهم عاده ياخذونها بشكل سنوي يقولون الحمد لله اللي ما فينا يعني نزلة شديدة أو حمى أو شيء ما هي نفسي. وفي لقاح يدخل عن طريق الفم، الإبر هاي اللي قلت لكم عنها مال الفيروسات، في لقاح حق البكتيريا بس هاي شيء ثاني يعني حالات خاصة ينعطين. وفي لقاح حبوب الواحد ممكن يأخذه بشكل سنوي بعد، بس حق البكتيريا تكون عبارة عن بكتيريا ميتة ومخزنة يعني يعني ميتة ومحفوظة، فهي تعطي بعد مناعة فسد يعني يعني الجسم ما يشتغل عليها إن التهاب وتكون أجسام مضادة، مجرد إن البروتينات تكون ميتة الجسم تعرف عليها ويصير أجسام مضادة وسطها. في طرق معينة الواحد يمكن يسوي مناعته. ممتاز. شكرا لك دكتور حسين علي حساوي استشاري ورئيس قسم الحساسية والمناعة في متشفيها المداخلة بخصوص حساسيات فصل الشتاء واستعدادات الهيئة. شكرا للدكتور مهاب سعيد. مثل ما قال دكتور حسين ما شاء الله غطانا موضوع الحساسية والخدمات المقدمة، مثل ما قال هذا الحين موسم، نبغى يكون عندنا وعي بأن هذا عبارة عن موسم الحساسية وموسم الزكام، ويكون عندنا خبرة بالاحتياطات اللي نسويها. يعني مثلا الحساسية والزكام ما ذا شيء لأول مرة لأي شخص، يعني يكون بشكل متكرر، فعندنا احتياطات في البيت، الأدوية، خطوات الحرارة وغيرها، عشان ناخذ الاحتياطات اللازمة ونشرع بالعلاج قبل الوصول للمستشفى. احنا حطلع ان شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل راح نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تولي هيئة الصحة بدبي عملية التصدي للأمراض وخاصة أمراض العصر اهتماما بالغا، ولتدخل الهيئة وسعا في تزويد مستشفياتها بأحدث التجهيزات ورصدها بأفضل خبرات الطبية. ومن بين الأقسام التي تعمل الهيئة بشكل دائم على تطويرها يأتي قسم الأعصاب، وهو أحد الأقسام الطبية التي يتميز بها مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي. بنتعرف على قسم الأعصاب، إمكانياته وخدماته. بسنة يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتور أبو بكر المدني رئيس قسم الأعصاب في مستشفى راشد. صباح الورد دكتور أبو بكر. يا حياك الله. الله يحييك. حياك الله بصحة وسعادة. دكتور أبو بكر، نتكلم أول شيء نبدأ عن قسم الأعصاب في مستشفى راشد، في الخدمات اللي يقدمها وشو هي أقسامه المختلفة. قسم الأعصاب تاريخيا يعتبر من أكبر الأقسام الموجودة في الدولة. ما يقارب نشوف 15,000 مريض سنويا أو أكثر أحيانا لبعض الأحيان. في السنوات الأخيرة أولينا اهتمام بالتخصصات الدقيقة
كانت في البدايه كانت تخصص الاعصاب العام، بس في السنوات الاخيره تمنينا نفتح تخصصات دقيقه للفروع. قسم الاعصاب موجوده قسم او وحده الجلطات، وحدة فسيولوجية الأعصاب التخطيط العصبي، وحدة الأمراض العضلية والعصبية، وكذلك فتحنا وحدة أمراض صداع المزمن، وما يقارب فتحنا يمكن 5 أو 6 وحدات تحت قسم الأعصاب نفسه، لأن شفنا أن نشوف الأمراض هذه في العيادات العامة شوي يكون إجحاف المريض نفسه. يوم خليناها تخصصية إلى تخصصية صار الاهتمام أكثر والرضا المتعاملي أكثر كذلك. ممتاز. وجدير بالذكر أن في عيادات صداع أيضا موجودة في قطاع الرعاية الصحية الأولية التابع لقسم الأعصاب في مستشفى راشد في البرشة وفي نادي الحمر موجودة صداع. دكتور فكر كمينة شو أكثر الحالات المرضية ترد عندكم في قسم الأعصاب؟ طبعا ما شاء الله عندكم أنتم أكثر من قسم تحت قسم الأعصاب، لكن بشكل عام شو أكثر الحالات اللي ترد إليكم؟ أكثر الحالات اللي تتردد لنا حالات الصداع، صداع المزمن عادة يكون صداع الشقيقة. عشان كذي شفنا الرعاية الأولية طب الأسرة لازم يكون عندهم دراية بالموضوع، ففتحنا عيادات تخصصية في الرعاية الأولية في عيادة البرشة وعيادة نجد الحمر. شفنا اهتمام بالغ بالمرضى وإقبال أكثر ورضا أكثر بالمرضى، لأن في اهتمام أكثر وفي تأكيد على الصداع واهتمام بالأسباب وإرشادات والأدوية، طبعا الأدوية الحديثة الموجودة في عيادة هذه تقريبا نشوف شهريا حسب الأحصاء الموجود عندي ما يقارب 100 إلى 120 مريض. العيادات هاي موجودة أسبوعيا مرة كل يوم 2 حسب التريتوري حسب المنطقة، يعني إذا أنت من بر بيرة في نادي الحمار إن شاء الله، إذا من بر دبيت إن شاء الله في البرشة. وميزة العيادة هذه موجودة فيها طبيب الأسرة، طبيب الأعصاب، وطبيب الحالة النفسية والرعاية النفسية. موجود أيضا معكم. إيه دائما تشوف هذا لاحظ الآن الواحد عنده صداع مزمن لابد يكون عنده آثار نفسية عن الصداع. تصوري صداع بشكل مزمن يوميا أو 10 مرات أو 5 مرات في الشهر أو مرة في الشهر، هذا يسبب لك قلق، لأن هذا اللي تطلع من الشغل وتروح الحوادث، واللي عندهم صداع الشقيقة أصلا بيئة الحوادث أسوأ بيئة لهم، لأن في صوت في نور في حشرة يعني أمامنا، فهذا يسبب هيد صداع نفسه. بالضبط. فإذا يجيك صداع مزمن أو صداع طارئ تصير تشوف في بيئة هادية وتتعالج تطلع مبسوط. صحيح. دكتور بكر أنت بما ذكرت صداع النفسي ما شاء الله يعني كثير من الناس الحين تلاقيهم يقول أنا عندي صداع نفسي، شو ممكن يكون سبب انتشار الصداع ومتى المفروض الواحد يكتفي انه يعني يعالج الصداع مثل ما نقول بالادويه العاديه مسكنات الالم العاديه، ومتى لا ان هذا الصداع الحين لا وصل مرحله لازم اشوف طبيب اعصاب؟ الصداع عالميا صداع الشقيقه موجود عند 10% من سكان العالم. باي ديفولت يعني تلقائيا اذا شفنا اذا 10% من سكان العالم عندهم، اذا سكان الامارات اذا قلنا 10 مليون مليون شخص عند الصداع يعني الصداع الشقيقة بس شقيقة غير أنواع الثانية من الصداع. إيه وغير غير من المليون هذا يمكن 10 أو 20% يجون يزورونا في العيادات. نعم. معناته 80% هم يعالجونها تلقائيا بشكل ذاتي من عند السلسلة، يعني طبعا يكون مقبول. نعم. متى نعطي الدول وقائي؟ الدول وقائي إذا أنت شخص مثلا طبيب صداع الشقيقة مرة واحدة في الشهر يكون شديد يدخل فيها المستشفى، هذا يأثر عليه في شغلة، يعني بياخذ إجازة قبله بيوم وبعده بيوم أساس يسيطر على الموضوع. هذا كفاية أن نعطي دور وقائي. إذا واحد في مركز كبير مثلا أو حتى إذا مركز كبير عامل نظافة مثلا يجي للصداع
وما بيتحمل الجو الموجود برا عنده، ما يتحمل إرهاق، ويكون عطشان من كمية سوائل يشربها ويكون قليلة. هذا بعد كفاية نعطيه دواء وقائي. الدواء الوقائي نعطيها في الحالات إذا الصداع يكون بشكل مكرر، أو الصداع حتى إذا يكون مرة ويكون شديد جدا هناك نعطيهم. إذا عنده مضاعفات الأدوية الطارئة، إذا يأخذ دواء طارئ مثل فيه مضاعفات ما يتحمل إذا عذاب المعدة أو إذا مسارة أو إذا حساسية، في هذه الحالات نعطيهم أدوية. والأدوية الوقائية موجودة في أدوية الضغط نعطيها، في أدوية ثانية ممكن نعطيها، بس أدوية الضغط مش للضغط نعطيها من الشقيقة. نعم الحالات الأدوية الاعتيادية ما تفهم، هناك نبدأ بأدوية مثل البوتوكس بوتولين بوتوكس إنجكشن، نعطي إبر حقن بوتوكس في 31 مكان لسيطرة على الصداع. وفي أدوية جديدة يعني أدوية حقنة مثل حقن الأنسولين نعطيها مرة في الشهر، وأثبتت فعاليتها بشكل كبير للمرضى اللي أعطيناهم حاليا. ولما يكون لما تقول دكتور أثبتت فعاليتها، معناه أن المريض ما كيلة نوبات صداع أبدا أو كيلة ولكن أخف أو كيلة نوبات أقل؟ هذه الإشكالية نواجهها مع المرضى، ما في دواء يسيطر على يمنعه تماما الصداع بشكل جذري. نعم نعم، الأدوية الكل اللي نعطيها يعالج أو يمنع أو يخفف من الصداع بشكل إذا نوقف الصداع 50%، هذا الهدف معنا. إذا يجي مثلا 10 مرات في الشهر، إذا يصيب 5 مرات، وإذا ما يكون 10 من 10 شدة الصداع يكون 5 من 10، هذا إنجاز نعتبره. هذا هو الهدف من كل صداع يتم أعطاء يوم نعطي الأدوية الوقائية. ممتاز. فطبعا دكتور احنا كأطباء أسرة دائما ننصح الناس اللي دائما يشكون من صداع، وصداع يمكن تعتبر أكثر يعني من أكثر الأعراض اللي يعني يجرون العيادات من المتعاملين، فدائما ننصحهم أنه ما حد يفترض أن الصداع شيء عادي. في كثير من الناس للأسف عندهم فكرة خاطئة أنه عادي كل الناس ترى الصداع. دائما أظن أن الأفضل يحرص على تشخيص مبدئي من طبيب الأسرة أولا أو من طبيب الأعصاب أن هذا صداع عادي، يعني أن هذا صداع قلة نوم أو إجهاد، قبل ما يروح للاستنتاج إنه لا هذا صداع عادي ممكن في عنده مشاكل ثانية. شو ممكن أمراض ثانية تبرز للسطح أو تظهر كعرض إنه هو عبارة عن صداع؟ شو بعض الأمراض؟ طبعا الناس دائما مرتبط عندها الضغط، لو ضغط عالي يجيني صداع، معنا وايد حالات الناس ضغط عالي ما يجي صداع، بس بشكل عام شو الأمراض اللي يصاحبها صداع؟ تصنيف طبعا تصنيفين، صداع أحادي الغير معروف السبب اللي هي يصير فيها الصداع الشقيقة والصداع الأنفودي والصداع العضلي والنفسي. الصداع الثانوي يكون عنده عدة أسباب. الصداع الثانوي ما يجي صداع شخص أن الصداع فجأة يجي صداع من نوع ثاني مع ضعف في جزء من جسم، هذا يكون في جسم خلاص يكون جلطة أو نزيف أو يكون التهاب في الدماغ أو يكون ورم دماغي يسبب صار نزيف وجلطة فيها، أو أحيانا يكون بعض الأدوية اللي تسبب الصداع، وايد أدوية نستخدمها نحن تسبب الصداع. في بعض الأمراض تسبب الصداع كذلك مثل مرض الخلايا المجلية السكل سلانينية نسميها، يصير لما نوبات صداع شديدة. بعض الأمراض تسبب الصداع مثل الصداع مرض الضغط مثل تسبب الصداع. في مرض يسمونه البوليسيتيميا يكون عنده تخثر دم زايد يسبب صداع كذلك. فهي أشياء لازم نستبعدها قبل للطبق والصداع الأولي. صحيح. في أشياء تدل أن في صداع ثانوي، يعني المريض صداع شديد غير اعتيادي غير عن صداع بيجي دائما، صداع إذا يقوم من النوم مثلا. صح. أو صداع يكون مصاحب ل ضعف العضلات أو تنميل أو ضعف النظر. نعم. في الحالات لازم نسوي صورة دماغية عشان نتأكد ما في أي أسباب ثانوية للصداع. ممتاز. دكتور أبو بكر، في سؤال. السلام عليكم، في محكمة الله بالخير، ممكن أعرف مكان العيادة قصد عيادة الصداع؟ لأن أنا فيني صداع نصفي. ذكر الدكتور أبو بكر وين العيادات موجودة، عيادات الصداع في قطاع الرعاية الصحية توقع قصد في العيادات. نعم،
أحب أنوه بالذكر الحين بالحملة اللي سويناها خلال سنتين اللي فاتت من ما فتحنا عيادة صار وعي حتى الأطباء الأسرة الأطباء الشقيقة يعني في أطباء الأسرة ممكن يعالجونه بشكل أولي إذا ما تحسن المريض ممكن يروح لعيادة صداع طبيب الأسرة يحول المريض أو المريضة لعيادة صداع الموجودة في نزل الحمر في البرشة اليوم الاثنين. ممتاز. في عيادة نزل الحمر وفي مركز البرشة الصحي موجودة العيادة كل اثنين. طبعا لازم تدخل أوشعة طبيب الأسرة يقيم الحالة مثل ما قال فضل دكتور أبو بكر ممكن بعض الأنواع صداع الطبيب روح يعالج طبيب الأسرة ما يحتاج تحويل عيادة الصداع ولا الطبيب أرتاء أن أنت لازم تشوفك طبيب الأعصاب يتم تحويلك على عيادة الصداع. دكتور بكر في ختام هذا اللقاء في رسالة أو نصيحة أخيرة حابة توجهها للناس بخصوص موضوعنا الأساسي كان عبارة عن الصداع؟ إذا موضوع عن الصداع طبعا مضخ الصداع يحتاج أن نشوف يعني طبيب إذا الصداع عادي ممكن تعالجه بنفسك بس في توعية تكون رسمية في أنواع من الصداع لازم أنت تشوف فيها الطبيب إذا صداعك صار زايد أنزوم أو مؤثر على حياتك اليومية أو صاير لا يحتمل أو الأدوية الاعتيادية ما قاعد يحسن الصداع فلازم تزور طبيب الأسرة أولا هناك إذا تم تحويلك لعيادة الصداع نحن جاهزين في الطبيب. ممتاز ممتاز. شكرا للدكتور أبو بكر المدني رئيس قسم الأعصاب في مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي هذه المداخلة. نهارك سعيد دكتور. يا أهلا بكم. مثل ما تفضل دكتور أبو بكر وأنا دائما أقول للناس إنه لا تفكرون دائما إن أي صداع عبارة عن شيء عادي وكل الناس لها صداع. تحصلوا على استشارة مبدئية. شو الغرض من الاستشارة المبدئية يا جماعة؟ لما تروح عند طبيب الأسرة وتقول أنا عندي صداع وما نسألك أسئلة معينة نقدر نميزه والله هذا الصداع فرع صداع عادي صداع نصفي له مرتبط بقلة نوم مرتبط بتعب مرتبط ببعض الأشياء. وبعد هذا يقرر الطبيب يعطيك عبارة عن كورس علاجي. ما نفضل على طول تخيل يا يعني مثلا لو انت عندك ارتفاع صداع متكرر والسبب ان عندك ارتفاع في ضغط الدم وانت تصير تستهلك الادوية المخفضة للألم او ادوية الألم المعروفة هذه ممكن تزيد في ضغط الدم اعلى بسبب المواد الموجودة فيها فاحنا نبغى يكون عندنا وعي حتى لو جو متوفر من غير وصفة طبية يفضل ما نستهلكها من غير استشارة أهم شيء الاستشارة استشور طبيب الأسرة اللي تتعاملون معه واللي متعودين عليه فبعد الاستشارة خلاص كل أمور طيبة تاخذ جو أنت عارف ولكن أيضا حتى لو انت من طبيب الأسرة مثلا اليوم وقالت خصبة عادي خصبة نفسي عادي عندك بسبب الأرق بسبب التعب بسبب أي كان وصبت خطة علاجية في أي حال من الأحوال هذا الصداع زاد عن حدته صار حاد جدا ما تقدر تنام عندك تكرم ترجية ما قاعد يخف بأي من أنواع الأدوية اتغير نمط الصداع هذا ترجع للطبيب مرة أخرى وداخل راية التشيرة مرة أخرى ممكن في شيء جد عليك وانت مو بعرف انه يسبب تغيير في نمط هذا الصداع فنبغى يكون عندنا هذا الوعي عشان دائما شو نقول احنا هدفنا نعيش دائما بصحة وسعادة مثل ما قال دكتور بكر حتى الصداع لاحظوا قال عيادة الصداع فيها أخصائية نفسية قاعدة ليش لأن الصداع ممكن يأثر على حياة الإنسان ويخليه تعبان يحس انه مو قادر يمسك نفسه خلال يومه احنا وصلنا الى نهايه كلام صحه وسعاده اليوم شكرا لك يا نما كنت معي في الاخراج شكرا لك يا ميرا المري كنت معي في التنسيق وهذه محدثتكم دكتوره ندى الملا ان شاء الله كنا خفاف عليكم خلال هذه الساعه الاذاعيه وان شاء الله الى ان نلتقيكم في الغد ان شاء الله بالحياه نقول لكم كالعاده دمتم بصحه وسعاده صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.